سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة احتفلت بالعيد الوطني رقم 89 للمملكة تحت رعاية السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. الاحتفالية حضرها المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ولفيف من السادة الوزراء ورجال الدولة وكبار الشخصيات العامة، كذلك عدد من المثقفين والإعلاميين والكتاب والصحفيين والفنانين. في 23 من سبتمبر من كل عام تحتفل المملكة العربية السعودية بالعيد الوطني لها، عيد توحيد المملكة، واكتست السفارة السعودية بالقاهرة باللون الأخضر حيث يعد يوماً مميزاً ذا مكانة خاصة لدى جميع الأشقاء السعوديين. الرسالة اللي حضرتك تحب توجهها لشعب السعودية وأيضا شعب مصر من خلال الاحتفال للسفارة بهذا العيد المميز أو باليوم المميز في تاريخ المملكة العربية السعودية؟ وفي البداية أحب أني أنا أشكر دولة رئيس الوزراء، أصحاب المعالي الوزراء، الأخوان والضيوف الذين حضروا لمشاركتنا هذه الفرحة. كل يوم تشهد المملكة العربية السعودية هو يوم فخر، يوم اعتزاز، يوم طموح يصل إلى عنان السماء، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يديم على مملكتنا أمنها واستقرارها. العلاقات متميزة على المستويين الشعبي وعلى المستوى الحكومي. العلاقات بتشهد عبر التاريخ دائما تقدم وتطور. أعتقد أن العلاقة في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس السيسي بتشهد طفرة كبيرة جدا من خلال التعاون الوثيق في العديد من المجالات، التعاون فيما بين البلدين، وكذلك من خلال التنسيق والتشاور المستمر فيما بين البلدين في كافة قضايا المنطقة. لا في شك المملكة بتشهد في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد تطور كبير، طال العديد من المجالات في المملكة العربية السعودية. الحديث عنه يطول الحقيقة، ولكن ولله الحمد اليوم بدأنا نشهد معالم هذا التطور على الأرض. لا نحتاج أن نتحدث عنه بقدر ما نحتاج إلى أن نتابعه وأن نشاهده هذا التطور. علاقات مصر السعودية في أكمل حالها وفي أقوى حالتها، في توافق كامل، في تكامل في المصالح، في إيمان بالهدف المشترك. أنا دائما بوصف العلاقات بين مصر والسعودية أنهم صمام الأمان للبحر الأحمر، فهم أمن البحر الأحمر مرتبط بهاتين الدولتين شرق وغربه، وبالتالي العلاقة لازم تظل أبدية إن شاء الله وبشكل جيد وحسن. بينا علاقات أثرية لأول مرة، بقالنا أكتر من سنتين دلوقتي ماضيين اتفاقيات وفي تدريب مشترك وفي تواصل معهم، إن شاء الله يبقى في طفرة الفترة اللي جاية وفي اتفاق على معرض حاليا الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. العربية السعودية بارتنير امبورتون. في البداية تعد المملكة العربية السعودية شريك هام بالنسبة لمصر وفرنسا، وأنا سعيد لمشاركة اليوم في هذا الاحتفال بالعيد الوطني للمملكة للتأكيد على قوة العلاقات بين الدول الثلاث، مصر وفرنسا والسعودية، ونحن لدينا علاقات سياسية قوية مع المملكة، ولذلك فهي شريك أساسي لنا. هذا يوم بالنسبة لنا احنا أصبح يوم تاريخي ويوم عالمي على تأسيس المملكة 89 عام من العطاء المستمر. طبعا سميت بالمملكة العربية السعودية أيام توحد المؤسس المملكة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، كان اسمها المملكة الحجازية النجدية، ولكن على رغبة رعايا المملكة ورغبة شعبها أصبح اسمها المملكة العربية السعودية عام 1351. مصر والسعودية دي روابط دم، روابط دين، روابط لغة، روابط ثقافة، روابط توجهات سياسية واستراتيجية. أنا بقول للمملكة ملكا وولي عهد وشعب وأرض، الله يحميكم والله ينصر المملكة، لأنه كل الوطن العربي من غير المملكة ولا شيء. علاقتنا قديمة جدا جدا جدا، بتتسم بالود والصداقة والتبادل
التبادل الحب والمودة. يمكن لي تجربة من حوالي سنة ونص في مسرح السعودية من خلال شباب سعودي جديد، قدمت معهم 18 مسرحية ابتدت تزعم في الام بي سي. بنتمنى العمل يكمل على خير إن شاء الله. النهاردة طبعا مناسبة سعيدة لكل السعوديين الموجودين في القاهرة وطبعا أكيد في السعودية.